السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحدة من المشاكل الشائعة بين الآباء والأمهات فكرة إن ابني أو ولادي بشكل عام مبذرين ومش بيعرفوا يصرفوا كويس، مش بيعرفوا يظبطوا المصروف بتاعهم على الحاجات اللي هم عايزينها، والنتيجة بتبقى خلافات مستمرة ما بين الولد أو البنت وبين الأهل. عايزين نزود مصروفنا، مش عارفين نشتري اللي احنا عايزينه. عندنا مشاكل في الجزء ده، وهو جزء مهم الحقيقة كجانب من جوانب التربية اللي لازم نطبع عليها ولادنا من سن صغير جدا. طيب ممكن نعمل ايه في الموضوع ده؟ الحقيقة في حاجات كتير جدا ونصايح وارشادات اتمنى ان هي تكون مفيدة بالنسبة لحضراتكم. على سبيل المثال ان احنا ممكن نعلم ولادنا من البداية خالص كأب او كأم ليه احنا بنشتغل، يعني ايه شغل، والشغل ده احنا بناخد منه مرتب، والمرتب ده بنعمل بيه ايه. وبالتالي ايا مكان قدرات الطفل، فممكن بالتدريج وبالتكرار يعرف ان الاب او الام او الاثنين بيشتغلوا. كمان مهم جدا نعلم ولادنا فئات العملة من بداية خالص. لازم نعرفهم يعني ايه فلوس حسب عملة كل بلد، وبنعمل بيها ايه، والفئات المختلفة ليها ايه، الكبير وايه القليل وايه بيشتري ايه. مهم جدا نعلم ولادنا ان هم يحاسبوا على الحاجات اللي هم بيشتروها. يعني بشوف كتير بلاقي الاب او الام بيخلي ابنه يختار اللي هو عايزه وبعد كده هو اللي يحاسب. طبعا دي مشكلة. مفترض ان انا اخلي ابني هو يحاسب على الحاجات اللي هو اشتراها، سواء كانت العاب، سواء كانت هدوم، سواء كانت اي حاجات شخصية، مأكولات وغيرها. وده بيخليه يعرف فكرة انه السلعة دي ليها مقابل مادي المفروض ان هو يحاسب عليه، فده هيخليه ياخد من البياع كمان الباقي. وديت كلها مهارات مهمة جدا هتفيد بعد كده في الأكاديمي، لكن احنا دلوقتي بنتكلم فقط في النطاق الخاص بمشكلة المصروف والادخار الى اخره. كمان علم ابنك ان هو يحاسب في المواصلات. طبعا حضرتك مش هتسيبه بشكل مطلق، لكن هتكون معاه، بس يخليه هو يحاسب الاول على المواصلات، سواء بقى بتركب ميكروباص، بتركب تاكسي، ايا مكان وسيلة المواصلات، مترو او غيره. يعني مهم جدا من اوائل الحاجات اللي حضرتك تشتريها لابنك او بنتك الحصالة. الحصالة ويفضل ان هي تكون شفافة، بحيث ان الطفل لما يحوش فيها جزء من مصروفه فيقدر كل فترة يشعر ان هي بتزيد، وده هيخليه باستمرار عايز يزود او يكبر المبلغ اللي هو ادخره. ويا سلام كمان لو حضرتك قدرت تربط ده بحاجة هيشتريها بعد فترة، بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد شهر، بعد اتنين، بعد تلاتة، ايا كانت المدة. فلازم تخلي في حاجة ابنك عايزها، الحاجة دي مؤجلة لغاية ما يجمع او يحوش، يعني بالتعبير المصري الدارج، المبلغ بتاعها. ده كده انت بتعلمه طبعا القدرة على اتخاذ القرار، بتعلمه كمان جزء من التخطيط حتى في السن الصغير ده. كمان مهم جدا لما الام او الاب يدخلوا البيت ومعاهم اي حاجة شارينها، فاكهة، خضار، اي حاجة من مستلزمات البيت، قبل ما نستخدمها نعرف الولاد احنا اشتريناها ازاي واشتريناها منين وبكام وده معناه ايه. دي حاجات شوية متروكة في معظم يعني الاسر المصرية والعربية بشكل عام. مهم جدا لما ولادنا يخرجوا نحط ضوابط قبل الخروج. يعني انا رايح رحلة مع ولادي النهاردة، انا خارج مع ابني، رايحين نعمل اي حاجة، رايحين نتفسح، رايحين نغير جو، اي مكان، لازم يبقى فيه متفقين من الاول خالص ان احنا مسموح لينا بمبلغ قد كذا النهاردة هنصرفه. اي مبلغ هيزيد عن اي حاجة هتزيد عن المبلغ ده مش هنقدر نجيبها. ده مسبقا قبل ما نروح المكان وابني يختار حاجات اغلى من الامكانيات المالية المسموح بيها او المبلغ اللي معايا، وبعدين يحصل بقى خلاف، وبدل ما كنا بنخرج واحنا فرحانين ومبسوطين، لا نرجع متعكنين وعلى خلافات، والخروجة تتقلب بنكد وغم زي ما بنشوف احيانا يعني في بعض الاماكن. كمان مهم جدا ان احنا لما ابني يكبر ويحتاج موبايل او يحتاج لاب او غيره، لازم اتفق معاه على فكرة انا اخري كذا. يعني هو محتاج جهاز سواء موبايل او لابتوب، انا اخري قد ايه، انا اخري المبلغ الفلاني، ايا كان الامكانيات وايا كان الاستخدام، انا اخري مثلا 10 قروش. لو الجهاز ده عدى ال 10 قروش ده معناه ان احنا هنشوف جهاز تاني. لو احنا عملنا ده مع اولادنا فبالتدريج والتكرار هيستمر الوضع ده، وحضرتك كأب او كأم هترتاحوا في مراحل العمر التانية في المستقبل، لانه ابنك هيتعود انه كل حاجة في الحياة ليها قدرة معينة هو ما بيقدرش يتخطاها بعد كده،
فهيراعي دايما في دراسته، في دروسه، في الكتب بتاعته، في اي مكان هيسافر ليه، في اي حاجة هيشتريها، حتى لما يكبر كمان ويجي يعمل فرح او يجي يرتبط او هيبقى عارف فكرة ان كل حاجة لها حدود وهو اتدرب عليها بشكل عملي. مهم جدا كمان اعلم ابني فكرة البديل، يعني ان هو يختار بين بدائل، بحيث طيب انت عايز ايه؟ انت عايز لعبة، اوكي، بس ده معناه ان احنا مش هنشتري كوتش. ودايما لما تيجي تدربه على فكرة الاختيار بين بديلين، خلي الاتنين بينتموا لحاجة واحدة، يعني ما ينفعش تخيره بين لعبة تمام وما بين مثلا ان هو يشتري كتاب، لا هيختار اللعبة طبعا. خلي الاتنين بينتموا لحاجة واحدة، الاتنين حاجات ملموسة قبل ما تتدرج بعد كده وتدربه على ان الاتنين يكونوا حاجات مادية مع حاجة تانية معنوية. فعلمه فكرة انه يختار بين البدائل ده من سن صغير جدا، ودي كلها اساسيات لو مشينا عليها في السن الصغير هيستفيد الطفل بشكل كبير جدا، سواء في فترة المراهقة او بعد كده لما بيكبر، حتى بعد كده لما يكمل حياته لوحده بعيدا عن الاسرة، هيكون ده اساس مهم جدا هو ماشي عليه. الحقيقة في حكمة لازم نعلمها لاولادنا بالذات في السنين الاخيرة اللي هي خاصة باللي فيها وسائل تواصل مختلفة، انه مفيش حاجة ببلاش، كل حاجة لها مقابل. ولو افترضنا ان في حاجة ببلاش او ملهاش مقابل، فنعرف ان احنا في الحالة دي اصبحنا احنا السلعة او احنا الحاجة المستهدفة من خلال الاعلانات اللي بنشوفها والفواصل الاعلانية، من خلال الدعاية، فمفيش حاجة ببلاش. مهم جدا نعلم ولادنا المبدأ ده. علشان ما طولش، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نتقابل في كبسولات تربوية تانية مفيدة لاولادنا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.